كيف يبدو واقع اللغة العربية في ظل احتفال الأمم المتحدة بيومها العالمي في 18 من شهر ديسمبر من كل عام؟ ما سبل تمكين اللغة في المؤسسات والحياة اليومية في الوطن العربي؟ ما أهمية بعض المبادرات الفردية لتمكين اللغة العربية وكيف تعزز؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان اللغة العربية احتفاء أممي ومبادرات تمكين.